81 يتيم ويتيمة من المتفوقين في مختلف الأطوار التعليمية هو عدد المستفيدين من سفرية مجانية نحو تونس أهداها لهم مكتب كفيل اليتيم لوهران، حيث خص هؤلاء قبل مغادرتهم مطار أحمد بن بلة باحتفالية خاصة. واليوم إن شاء الله هذه القافلة مكونة من 81 شخص سيتنقلون إلى تونس إلى سوسة في فندق جميل جدا في ظروف جيدة جميلة جدا، وهذا احنا حبينا باش اليتيم يحس بروحه أحسن من الآخرين. هذا حدث كبير، وهران دائما تمتاز بهذه الأحداث، يعني بعد شفتوا العرس هذاك الضخم هو جاء حدث واحد آخر، رحلة للناجحين والناجحات في البكالوريا والمتوسطة والابتدائي، رانا دايما إن شاء الله رحلة والتوفيق من الله مش احنا. مشاعر الفرحة كانت مرسومة على محيا جميع الأيتام، وهذه تصريحات البعض منهم بخصوص هذه المبادرة. لمايا تاعي كنز، نشكر على الجمعية على هذه الرحلة، نتمنى لهم التوفيق. أنا تلميذة ظهرية نور الهدى من ولاية غيليزان، حصلت في شهادة تعليم متوسط على معدل 18.20. شكرا بزاف بزاف، بارك الله فيك على الفرحة إن شاء الله. إن شاء الله يكون شباب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. إذن هي أول مرة على المستوى الوطني تلجأ فيها جمعية كفيل اليتيم لوهران إلى إهداء اليتامى رحلة مدتها 10 أيام. تحفيزا لهم على مضاعفة جهودهم الدراسية، فهنيئا لأيتام وهران هذه الرحلة.